ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. اعتلى البوب ستار المغربي سعد المجرد مسرح محمد عبدو بالرياض أمس الأربعاء لإحياء أول حفل غنائي له خلال حفلات موسم الرياض بعد غياب دام 3 سنوات. وعلى عكس الفنانة اللبنانية مريم فارس، لم تمنع إدارة هيئة الترفيه بالسعودية المجرد من الرقص فوق الخشبة، حيث أدى جميع أغانيه الشهيرة وهو يرقص على إيقاعاتها وأنغامها رفقة فريق من الراقصين كلهم رجال. وتعرض سعد المجرد لموقف محرج حينما رفض النزول إلى الخشبة لأخذ صور مع الجمهور بناء على طلب من معجبيه، حيث أجاب بأغنية المنشكي حالي قبل أن يردف قائلا: نخاف نطيح ونصبح حديث السوشيال ميديا. ولقت حفلة المعلم نجاحا كبيرا، حيث تفاعل الجمهور الحاضر مع أغانيه بشكل لافت على عكس ما كان منتظرا، سيما بعد الحملة التي شنت ضده. وكان بعض السعوديين قد أطلقوا هاشتاغ نرفض سعد المجرد بالسعودية، إذ اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.